السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناتي قناة منال موناليزا. اليوم عندنا أكلة سعودية شعبية، أكلة من وسط المملكة، من منطقة نجد ومنطقة القصيم، عرفت هذه الأكلة عندهم وهي أكلة المرقوق. الأكلة هذه شعبية زي ما تشايفين، تعمل بالدقيق أو الطحين واللحم والخضار. أكلة جدا مفيدة ومناسبة في الشتاء، الأجواء الشتوية، مكوناتها رائعة ومفيدة. نشوف الطريقة مع بعض. عندي بصلة هنا مفرومة ناعم، طبعا، وعندي هنا الكيلو لحم بعظم غسلته أنا، وعندي طبعا طماطم، وعندي صلصة، وعندي هنا بهارات، حبة اللومي الناشفة لابد منها، بهارات مشكلة وفلفل أسود وكزبرة وكمون، شوية قرفة، عندي حبة فلفلة خضراء اللي يحب يعني فيه شوية حماوة في الطبقة. طبعا جبت البصل والفلفل وأذبلهم كذا في شوية زيت نباتي، يعني أفضل زيت نباتي عشان إحنا أصلا عندنا لحمة فبتكون مدهنة. طبعا زي ما تشايفين خليهم يذبلوا كذا، هذا شكلهم بعد ما ذبلوا معايا في الزيت. راح أبدأ في إضافة اللحم، طبعا زي ما قلت لكم هو مغسول مصفى، يكون اللحم زي ما تشايفين بالعظم. طبعا ابدا كذا اعطيله تشويحه كذا مع البصل بحيث انه يتغير لونه وياخذ كذا طعم ونكهه وريحه البصل. الآن بعد ما شوية تقلب قلبت اللحمة شوية مع البصل، جبت عندي البهارات اللي قلت لكم عليها والملح وأضفتها. طبعا عشان اللحمة جديدة ما يحتاج إن نضيف، إذا كانت اللحمة جديدة ما بتحتاج مننا بهارات كثيرة، خلاص تكفي بس مجرد منكهات كذا. وحبدأ أقلبهم مع بعض وأتركهم كمان كذا يتسبكوا حدود 5 دقائق بحيث إن اللحمة كمان تأخذ كذا نكهة وطعم البهارات. أغطي عليها وأتركها. في هذه الأثناء طبعا حبدأ في عمل العجينة اللي هي عجينة المرقوق، المكون الأساسي في المرقوق. جبت معايا كاسة ونص أو كاستين دقيق أو طحين أبيض، ونص كاسة اللي هو الدقيق الأسمر اللي هي الحبة الكاملة. أضفت لهم ملح وجبت الماء وبدأت أعجنهم. لاحظي قوام العجينة عندي، لازم تكون العجينة كذا سميكة شوية مايلة للقساوة، ما أبغاها عجينة زي عجينة المعجنات تكون لينة، أعجنها وأشيلها أخليها على جنب. وأرجع هنا للحمة، راح أضيف عليها ملعقة طعام صلصة ومن حبتين إلى 3 حبات طماطم معصورة أضيفها عليهم. أضفت الصلصة وأضفت الطماطم، وراح طبعا اضبط الماء بحيث اني اغطي اللحمه، خلاص ازود المويه واغطي قدر الضغط بحيث انه تستوي عندي الطبخه. يعني انا حاطه اللحمه هنا عندي، اللحمه ما شاء الله ضاني وطي، يعني ما تحتاج سوى كثير. فكل اللي حاعطيها حاطيها تقريبا كذا 1/3 ساعه بس، ضبطت المويه وغطيتها وتركتها عشان تستوي. في هذه الأثناء قطعت الخضار، طبعا الخضار اختياري، ممكن تحط اللي تبغيه. أنا عندي قطعت جزر وكوسة تقطيع مربعات، وحبيت أضيف فاصوليا بس ما كان عندي موجود. وفي ناس بيحطوا بذنجان، وفي ناس بيحطوا بطاطس. الخضروات عندكم الخيارات فيها زي ما أنتوا حابين. هنا عندي العجينة بعد ما حطيت في أثناء اللحمة ما تستوي، جبت العجينة وبدأت أخذ قطعة قطعة كذا، فردت على السطح عندي سطح الرخام بعد ما نظفته، حطيت عندي دقيق وبدأت أخذ العجينة قطعة قطعة وأخذها وأفردها بالشكل هذا بحيث أني أرققها، أخليها عجينة رقيقة جدا. وطبعا لو تفرديها بنشابة يكون أفضل طبعا، أو بفرادة يكون كمان أفضل، بس أنا في ذاك اليوم دورت عليها ما لقيتها. فممكن طبعا أنكم أنتم تفردوها بالطريقة اللي تعجبكم، أهم حاجة أنه في النهاية تصير كذا عندي القطعة
رقيقه. هنا اللحمه استوت، فتحت الغطاء وبديت اضفت الخضار، قلبته مع اللحمه، وحبدا اضيف العجينه بالتدريج بحيث ان العجينه والخضار يستووا مع بعض. هم ما حياخذوا وقت في نفس سوى اللحمه، فخليتهم للاخير. اول شيء سويت اللحمه، وبعد كده فتحت الغطاء واضفت الخضار، وحبدا اضيف العجينه زي ما انت شايفين كيف اصبحت رقيقه، بحيث اني كذا لما ارفعها احسها شفافه، تبدا تتمزع كذا معايا من كثر ما هي خفيفه. اضيف قطعه، واول ما تغمرها كذا عندي المرقه ابدا بالملعقه كذا اقطعها قطع صغيره، لانه المرقوق لازم تكون عندي العجينه قطع صغيره ما اكلها. عارفين الطبخه هذه تشبه ايه؟ تشبه الشيش برك، الاكل السوري الشيش برك، بتكون العجينه كذا قطع صغيره وطريه. وبعدين اول ما ابدا اقطعها اضيف القرص الثاني على طول بعدها، او القطعه الثانيه من شايفين كيف شكل العجينه بعد ما بدات تستوي، وقطعتها كذا قطع صغيره. طعمها صراحه مع الخضار ومع اللحمه لما تستوي تكون خرافيه، وتبدا تشرب المرقه هذه تكون طعمها خرافي. جربوها ان شاء الله تعجبكم. هذه من اكلات السعوديه الشعبيه، اكله المرقوق اذا سمعتوا عنها قبل كذا. طبعا حبدا اضيف اكمل، عفوا مش ابدا، اكمل وضع الدقيق عندي لغايه ما تكتمل الكميه كلها.